اليوم غنديروا كويرات ديال الطون بالروز وبلاصوص. والمقادير اللي عندي اللي محتاجه، انا عندي نص كيلو ديال الطون، وعندي هنا 4 طماطيشات كبار، وعندي القزبر المعدنوس، عندي 6 الدرس ديال الثوم، وعندي شوي معلقه صغيره عامره ديال الهريسه، وعندي معلقه كبيره ديال صوص طومات كونسونتري، عندي معلقه ونص ديال الرز، وعندي نص كاس ديال زيت العود، وعندي معلقه كبيره ديال الخل، خل التفاح. عندي هادو 3 الفليفلات غنطحنهم حتى هما مع الشرموله، كيديروا شويه البنه زوينه. وعندي التحميره، وعندي الملحه. كنعشي ما كنطحنوش سيبهم مزيانة، ما كنديروش في الجهة اللي فيها بيغي، كنديرو في الجهة ديال العشي. دابا غادي نطحن هاد المطيشة، نديرها بيغي اللي غنخدم. نوجد هاد المطيشة ديالي اللي غنخدم بها المريقة. دابا غادي ندير الشرمولة، نصاوب الشرمولة. الشرمولة غندير التومة، كنطحن كلشي في الماكينة، ندير الهريسة، ندير صوص طومات، كلشي هاد المقادير إلا الروز، ندير القزبر ومعدنوس، ندير الخل والزيت. وغندير هاد الفليفلات ندير التحميرة، هي جات الملحة كل واحد وقياسو. دابا غادي نطحن هاد الشرموله كلها مخلطه من المره الاولى، نخلط كلشي طحنات مزيان. وهاد معلقه ونص ديال الرز راني غاسله، طيب تقلى تغلى. دابا بعد ما تقلات هي ديك لاصوص، غنزيدها واحد الكويس الماء صغير باش فاش غادي طيب الكفته لان فيها شويه تاع الرز. دابا غنستف هاد الكفيتات، الكويرات اللي صايبت.